رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن أن عائشة عدوة له ولأهل بيته. ارجعوا إلى كتاب الصراط المستقيم للنباط العاملي، هناك تجدون في الجزء الثالث الصفحة 167 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت، ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت. احفظوا هذا الحديث حتى تعرفون هذه المرأة الملعونة ما الذي سببته من آلام لرسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام.